كابتن طارق حامد نجم سموحه ومنتخب مصر، بنقول لك اهلا بيك على تلفزيون الحياه النهارده، احسن لاعب وسط ملعب في الدوري المصري، بنبارك لك. جايزه كبيره، جايزه جت في وقتها زي ما بيقول. الله يبارك فيك، ربنا يخليك. طبعا دي مسؤوليه كبيره عليا، الحمد لله. طبعا شرف ليا ان اكون متواجد ضمن افضل 11 لاعبين في الدوري، خاصه في وسط الملعب. الحمد لله، ان شاء الله الموسم الجاي اقدر احقق نفس الجائزه او افضل كمان ان شاء الله، وربنا يكرم ان شاء الله في اللي جاي. بس لك ايه الشعور انت النهارده بتتكرم النهارده كاحسن حارس مرمى؟ ربنا يخليك، بشكرك طبعا على الكلام ده، في مبالغه شويه بس اشكرك، وبشكر جميع اللاعبين المحترفين على الجائزه وعلى التكريم. ويعني زي ما قلت ان الموسم اللي فات ده بالنسبه لنا قابلتنا صعوبات يعني كبيره، فان ختام الموسم يتم بتكريم وجائزه كافضل حارس دي حاجه بالنسبه لي ليها يعني معنى خاص جدا، لان الموسم اللي فات ده هيبقى موسم هيفضل طول عمره موسم استثنائي بالنسبه لي، وبشكرهم ان شاء الله ما تبقاش اخر تكريم وما تبقاش اخر تواجد ليا، واتمنى ان شاء الله يعني استمر على نفس المستوى ده، لان كل حاجه انت بتحققها دي بتزيدك مسؤوليه. شريف، انا النهارده ببارك له، ولكن بنقول دي بتبقى مسؤوليه كبيره جدا علينا، مش عايزين نقل بقى عن اللي احنا وصلنا له ده. شريف وصل لفورمه عاليه جدا مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر، عملنا بالظبط كده، فاتمنى ان شاء الله لشريف التوفيق. بس شريف النهارده شريف مش بيكرم لوحده، احمد عادل النهارده بيكرم، مسعد عوض النهارده بيكرم، النادي الاهلي طبعا في شريف اكرامي وحسام عاشور وعمرو جمال واحمد فتحي طبعا قبل ما يمشي، فاربع لعيبه النهارده من 11 لعيب يكرموا، فده اكيد انجاز كبير جدا مع الانجازات اللي بتحقق. بس احنا ما بنقفش عند انجاز او بطوله او مكسب مباراه، احنا عايزين نحقق ان شاء الله الفتره اللي جايه برضو انجازات. فبكرر تاني ببارك لشريف اكرامي، وده بيدينا دافع كبير جدا. بنشكر طبعا اكيد جمعيه اللاعبين المحترفين، بنشكر كابتن مجدي عبد الغني رئيس الجمعيه، ويا رب ان شاء الله السنه الجايه في نفس المكان بنكرم برضو، يبقى شريف اكرامي افضل احسن حارس في مصر ويبقى احسن حارس في افريقيا ان شاء الله. الحمد لله، يعني بشكر كابتن مجدي طبعا و الوزير طبعا وزير الشباب على التكريم ده. الحمد لله الواحد بيجتهد وواحد بيعمل اللي عليه، والحمد لله ربنا بيكرم يعني اللي هو اخذ الجائزه دي. تم الاختيار ده بمعرفه جميع اللاعبين المحترفين اللي هم اعضاء الجمعيه العاملين، وتم التصويت بمعرفتهم هم وليس بمعرفه احد من الجمعيه او مجلس اداره الجمعيه. قدرنا النهارده نعمل حاجه، ان يعني ندي رساله لجمهور كرة القدم، ان من جد وجد، والناس لابد انها تجتهد ولابد ان تكرم عشان تقدر انها تعطي وتجتهد وتبقى دايما بتطلع للافضل. في الحقيقة اللعيبة اللي كسبوا لعيبة كلهم محترمين، واختيار اللعيبة نفسهم يعني الاحتفالية كانت منظمة جدا الحمد لله، كانت رائعة جدا الحمد لله. تكريم اللاعبين المبدعين ده شيء مهم جدا، رسالة للشباب كلهم ان اي حد بيخلص في عمله ويبذل مجهود كبير جدا يحصل له تكريم في الاخر، اعتقد ان دي حاجة مهمة جدا ورسالة للعالم كله ان احنا على اول الطريق الصحيح.